تطبيق تيك توك حاليا موجود في كل بيت، وكتير من اطفالنا حاليا برضه بيستخدموه. المشكله بقى ان بيظهر لهم فيديوهات غير مناسبه لفئاتهم العمريه، عشان كده النهارده جاي اقول لك على طريقه تقدر من خلالها تحكم في المحتوى اللي بيظهر لاطفالك. فخلينا نشوف ازاي الطريقه مع بعض. طريقه بسيطه جدا، ان احنا بنروح على الموبايل اللي ابني بيستخدمه، اي طبعا ده موبايل عليه تيك توك وابني بيستخدم الموبايل، فطبعا بروح على التطبيق على الموبايل بتاعه وبروح على حاجه اسمها الملف الشخصي، بضغط عليها بالشكل ده، وبعدين بروح على الثلاث شرط اللي موجودين فوق هنا بضغط عليهم، بيدخلني على حاجه او في اختيارات هنا بيقول لي هنا الاعدادات والخصوصيه فبضغط عليها. من الاعدادات والخصوصيه بدور على حاجه هنا اسمها الرفاهيه الرقميه اللي هي دي، اضغط على الرفاهيه الرقميه، هيظهر لي دلوقتي حاجه اسمها تقييد او وضع التقييد، فبضغط على وضع التقييد بالشكل ده. دلوقتي بيقول لي انت هتشغل وضع التقييد، فبقول له انا كده تشغيل، فبيطلب مني دلوقتي ان انا ادخل كلمه مرور عشان يبقى الموضوع كده صعب شويه ما ينفعش حد يفتحه، فبدخل طبعا كلمه مرور واقول له هنا التالي، فانت بتختار طبعا كلمه مرور تكون صعبه، فبقول له هنا كده تعيين. انا عينت دلوقتي كلمة المرور الخاصة بوضع التقييد. دلوقتي المفروض ان في حاجة اسمها هنا وضع التقييد تظهر فوق. المفروض ان انا اعمل ايه كولي امر بقى، المفروض او علينا كولياء امور، اي فيديو انا بتفرج عليه وانا بستخدم التيك توك لقيت الفيديو ده فيه مشكلة، ما اقفش واتفرج على الفيديو واعديه ببساطة جدا، لا، بمجرد المفروض ان انا شفت الفيديو وما عجبنيش او حسيت ان في حاجة خطر، المفروض ان اقف على الفيديو اضغط عليه ضغطة طويلة كده، فبيظهر عندي الاختيارات دي واقول له هنا كده ابلاغ عشان ابلغ عن الفيديو ده. هو الفيديو مش هيتحذف لكن في النهايه هيتصنف كفيديو من الفيديوهات اللي هي غير ملائمه، مثلا حاجه زي سلامه القصر او مثلا في عري وحاجات انشطه جنسيه بالنهايه عشان ما ظهرش عند اطفال، الاطفال يعني طبعا مش المفروض انه يشوف الحاجات ديت. وبس كده، ربنا يسترها علينا وعلى اطفالنا جميعا، وطبعا اتمنى لو استفدت الفيديو فانشره عشان يوصل لاكثر عدد من الناس ويشوفوا الطريقه دي ويفعلوها على موبايلاتهم. شكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.